بديت من 500، هلا صار لي يومين ثلاثة عم بلش بالألف، ف very good يعني. وحتى زوجي قلت له خلاص لازم تاخذه يعني معاي، فأجبرته فظيع يعني. هالإشي يا جماعة، فظيع هالإشي عن جد فعلا. محمد، بتعرفي أنا سجلت بالدورة بس كنت مريضة بالكورونا ويومها كنت تعبانة، يا فتاني هلأ مستني التسجيل. بس أنا أصلاً ما قادرة أطلع عن 300، الفلاش عم بيكون كتير قوي. مش عارفة يعني هل مثلاً أصير أخذ 300 الصبح، 300 أو 200 200 200، شو رأيك؟ مش غلط، مش غلط ولا انت بتقدري تطلعي بالتدريج. تصدقوا قديش قبل 3 ايام قديش اخذت جرعه؟ قد ايه؟ اخذت 8000 بيوم واحد. واو، ما شاء ويا الله جماعه ما ما صار شاء فلاش. الله، لا لا مش هي النقطه، النقطه انه ما صار فلاش، يعني انه اخذت واو 2000 2000 2000 2000. هي كانت تجربه. بتعرفوا هلا مثلا عم باكل وجبه الكتان والشيء اللي فرجيتكم اياها مره، فصراحه الحلو فيها انه على طول صحن صغير منها بيشيل تاثير النياسين، اللي هو انه لازم اكل وجبه بعدين اكل النياسين. من ناحيه بتعرفوا قبل ما يشتغل بلحظه ممكن يعمل الم معده اذا ما كانت المعده مليانه. صح. بالضبط. فانا صرت صدفه انه قبل حوالي 3 ايام كل ما اكل، بعد ما اكل صحن اخذ 2000، بعدين اكل صحن بعدين اخذ 2000، بعدين اكل صحن بعدين اخذ 2000، كملت 8000. ما صار معي فلاش، صار بلحظه معينه حسيت صار في شويه هيك بتعرفوا الهبه البسيطه، حتى ما طلعت حمار على الجلد وبعدين انتهى الموضوع. وطاقتي يومها كانت مش معقوله يا جماعه. ف يعني يعني اوكي حندخل في الفيتامينات، حندخل في الجرعات العاليه، بس فيتامين بي 3 يا جماعه مش طبيعي من كل النواحي، مش طبيعي. أنا الصراحة يعني ما صار عندي أي شيء من أخذته، بالعكس حسيت إنه شيء معكوس. وحتى على فكرة يعني أي أحد أستلمه هسه أودي له الصورة وخلاص أخذه، يعني إنه كثير بنات حاسات طاقة نازلة وكل شيء، فما حسيت يعني بأي أعراض إنه يسوي فلاش أو يسبب حساسية. أنا رغم عندي أنا حساسية يعني أوكي. موسمية ويعني وحساسية بصدري، فبس ما حسيت إنه، بس very good يعني. محمد، أنا خذيت 3000 أوكي. yeah. فاللي حصل معاي كان صداع بالرأس. لحظة، مرة تانية كم كانت عزيزة الجرعة؟ خذيت 3000. 3000 مرة واحدة؟ اي مرة واحدة بس. أنا كنت ماخذة من أول يعني من قبل يومين واصلة حق 2000، وطبعا صارت الفلاش وصارت هذه، بس لما خذيت 3000 ما في فلاش. بس اللي حصل معاي حسيت بصداع يعني كأنه شيء داخل راسي. بعدين لما قعدت الصبح حسيت كأنه وعي زاد، يعني أي صوت أحس فيه كأنه دبل متضخم، كل شيء كل شيء. بعدين قعدت أسوي تأمل الصراحة، يعني أحس في شيء قاعد يشتغل داخلي ما أدري شنو. بس الشيء العجيب، التجربة فعلا كانت مؤلمة بس بنفس الوقت كانت عجيبة. شلون؟ إن جسمي في شيء كان كأنه إرشاد، وأنا قاعدة أسوي التنفس أقول حق ولدي اضغط هني، وفعلا تكون في هني مثلا مكان صدمة أو مكان شيء أو مكان في شيء. ومجرد اي مجرد ما يضغط عليها تلقاني اصرخ، وسبحان الله ارتاح من بعدها. وظلت كذي كذي كذي، بعدين خلاص انحد حيل ونمت نومه مو طبيعيه. فظيع عزيزه. شوفي انا شخصيا ما جربت في المره الواحده اخذ اكثر من 2000، يعني باخذ 2000 2000 2000 بالطريقه هاي، ما عمري جربت اخذ ثلاثه. بس انه فعلا فعلا تاثيره عجيب جدا جدا. وما زلت الحين يعني انا من امس خذيت 3000 وما شاء الله اموري طيبه وما في اي شيء. طبعا اليوم اللي وراه لا وقفت لانك كان من هد حيلي يعني فظيع فظيع. اسمع، بيرفع الطاقه عدل. بيرفع الطاقه، بيغير الحاله المزاجيه. طبعا انت المزاجيه، انا بالجسم. أنا حسيت الاكتئاب يعني. شوف محمد، أنا وصلت بي المرحلة مو بس اكتئاب، أنا قبلها بيوم حسيت ما أعرف إذا هي صحية ولا، مثل الفصام صار عندي. يعني أنا بعمري ما أعرف شنو الفصام أو فتشي، بس كأنه حقيقتي الداخلية تختلف عن حقيقتي الخارجية. يعني أنا بشخصية وداخلي شخصية تتكلم مع حالها، وصلت شي مرحلة يعني تعبت أنا فعلا. أنا هذا اللي حصل معي فعلا.
بس من أخذت لحظة اللي أخذتها حسيت بلحظة فرح. أنا مجربتها هاي لحظة الفرح، مسوية قبل كورس عن الفرح، وحسيت الدنيا كانت لون أسود صارت متعددة الألوان. فظيع يعني قمت أشوف يعني أسمع، أو لا على فكرة يعني طلعت أمشي يوميا، أنا قاعد أمشي، كنت قبل أروح أريد أمشي شيء يسحبني يقول لي لا أقعدي، لا هسه أنا يعني وحدي أوتوماتيكيا أقعد الصبح حتى لو تعبانة أروح أمشي، وكنت مثلا أهرب بالموبايل أو فتشي أروح أستمع فتشي، هسه لا صرت أنه بدي أتواصل مع الطبيعة أكثر، أستمع للعصافير، أستمع الصوت الداخلي اللي هو مفرح يعني كيف يعني هو يعني والله حابة أنه حتى قعدت أكتب من قلت لي كتبي عن تجربتك وهاي كتبي يومية، قعدت أكتب يومية عن هاي يعني كتبتها بالتفصيل يعني التفصيل الممل وفرحانة بي، ويومية أجيب الشعور نفسه وكثير كثير كثير حسيت عليه يعني، حتى أنه أنا من شخصيتي قلت لك أنه ما أستمر على شيء، هسه يومية أقعد الصبح بدون أكل رأساً أروح أخذه يعني أنه حتى ما أضيع، خاف أطلع أنسى أو أخذه وياي للشغل يعني. فظيع. أنا اسمع، أنا الأيام الماضية عم بأخذ 6000 يومياً غير اليوم الإكسبشن اللي حكيت لكم عليه، ويمكن تقع هلا بتتذكروا بالدورة حكينا على نظرية هوفر اللي هي الأدرينوكروم، إنه بصير الأدرينالين مؤكسد بتجمع وبيسبب اللي هي الأعراض النفسية هذه، فممكن يكون كان عندك زيادة شوية وأزال لك إياه مباشرة بناء على نظريته. يا تعرفوا خلينا نعمل شغلة حلوة، الأشخاص الأصدقاء اللي عندهم شهادات حلوة مثل هيك بتقدروا تسجلوها وتبعتوها وبضيفها للدورة في الأخير للي بحب، إنه عشان يشوفوا الناس اللي كانوا موجودين بعد ما جربوا شو صار معهم، تكون كتير حلوة. واي نوت. بس شلون نسجلها؟ نوديها ايميل ولا شلون؟ على الايميل بالضبط. اوكي. سجلها فيديو او كلام يعني؟ انا احس الفيديو احسن يمكن. فيديو يوصل. كلام مثل ما بدكم. مثل ما بدكم. اللي برتاح فيديو بكون افضل طبعا اكيد. لا انا يعني صراحه يعني اخذت الصوره وقلت لك انه قمت ادزها لكل واحد، انه اي شخص يقول لي انا تعبان اخذه والله حيفيدك، يقولوا مثلا قلتهم اخذوه بجرعات هم اكبر عادي وعلى ضمانتي يعني. يا جماعه لا فعلا فعلا مزبوط مزبوط. اول شيء شوفوا، اول شيء منطقيا هلا انا بعرف في كثير دكاتره حيصيروا يصيحوا انه ليش سميه وكذا وهيك، هلا اول شيء واضح انه ما في سميه حتى بالجرعات الهائله، والفوائد كلياتها موجوده بكثير نواحي، فاخذه يوميا بجرعات عاليه واضح جدا انه هو صحيا شيء خارق ان الناس يعملوه. محمد ابعت لنا اللينك اللي انت بالذات اللي انت بتستخدمه اي نوع. انا اللي عندي هلا نوعيته نيوتريكوست، هلا بفرجك اياها اذا بتحبها على الكاميرا، بس انه انا صراحه اقول لك كل النوعيات اللي جبتهم الى الان نفس الشيء اشتغلوا، والحلو في انه ياسين انه في فلاش يعني اذا حصلت الفلاش بعرف انه اشتغل انتهى الموضوع. فانه هل بالجرعات العاليه الفلاش كتير بتكون اعلى؟ بيعتمد من شخص لشخص. انت مثلا ممكن يعمل معك فلاش على 100 ملي جرام، انا اخذت 8000 ما عمل معي فلاش، فهي شوي شوي بتقل بالضبط. هلا في البدايه اول مره اخذته يعني اول مره جربت النيسم جرعه عاليه كانت 500 وعلى معده فاضيه، الفلاش اللي حصل معي هائل. فانه شوي شوي يعني النيسم لوحده بيشيل نفسه يعني بيشيل الفلاش زي ما بيقولوا، وطبيا قد ايش صار لهم سنوات طويله عم بيحاولوا يجدوا علاج للكوليسترول افضل من النيسم حتى ياخذوا براءه اختراع وما نجح الى الان. بالعكس محمد، هل هو آمن على المدى الطويل؟ يعني إذا دي فترة أنت ممكن تضلك تخدي بدون أي إشي؟ بيرفكت مروة. هلا أنا طبعا ما بقدر شوفوا، هلا هذا الكلام دائما لازم يكون معزز بمراجع تمام. فهلا أنا ما رح أقول لك آمن للأخذ في المجال في المدى الطويل. باي ذا واي في ناس المرة الماضية سألونا على الحوامل بيستخدموه للحوامل بشكل طبيعي جدا، ورح أحط المصادر من أندرو ساول. فأبرام هوفر استخدمه 50 سنة بجرعات كبيرة، عادة كانت حول 3000 ملي جرام 50 سنة. أندرو بدون ما يعمل بريك، بدون ما يعمل بريك. أندرو سول يوميا بياخده 4000، أنا كنت أخده 2000 صرت أخده 4000، وهلا صار لي أسبوع تقريبا عم بأخذ 6000. تأخده يومي؟ يومي. أنا الفلاش اللي عمل لي إياه همل الاحمرار بكل جسمي. كم الجرعة؟ اللي صرت مسلوخة. عادي عادي طبيعي جدا في البداية خصوصا طبيعي جدا. بس كم جربت؟ وصلت لألفين. 2000 أوكي 2000 ممتاز يعني إذا وصلت 2000 لأني بالتدريج أنا ماشي، لأنه أنا أخذت 500 ما عمل أي فلاش. منطق. أوكي جود. أعطيت لبنتي أعطيت لبنتي صار عندها، أعطيتها بس 500 صار عندها فلاش كتير أو عمرها 15. أوكي. وأعطيت لابني الصغير عمره 9 سنين كمان أعطيته الفلاش وحكيت له إنه رح يعمل لك فلاش وأبصر إيش وهذه الأشياء،
برضو من حبي صار عنده فلاش وحسيته شو صار ينطنط يا حبيبي. هي طبعا مش متعود عليها. بس تاني مرة ما عمل له إشي فأزيد له كمان حبة. تاني مرة شاري كم الجرعة مرة تاني مرة؟ 500 عطلت. 500 شوف هلا بتقدر تعطيه مع الوجبة بعد الوجبة بتقدر تعطيه 1000. كم وزنه هو؟ مش عارفة مش عارفة زمان ما وزنته هو زايد بهالفترة بهالقعدة يعني تقريبا 30 كيلو. شوفي الألف ممكن تكون زيادة عليه. لا هي حقيقة إن هوفرم هو الكبير كان يعطيه 3000 وهو بيقدر يتحمل الألف أكيد بس إنه في الدرجة بس الدرجة هي. طب وفيتامين سي أي إيه هذا النياسين في أي إشي بيوقف عمله أو إشي زي الأناناس وهيك ولا لا؟ النياسين فيتامين سي مش بوقفه بيشيل الهستامينك إفكت فاللي بتحسس الزيادة عن اللزوم بياخذ فيتامين سي بنفس سرعة النياسين. يا لتسي مثلا أخذ 2000 ملغرام لأنه ابني عنده حساسية. بس بتعرف انه كتير انا بعطيه دواء للسكرزين بعطيه جرعة كتير بسيطة بس من يوم ما بلشت اعطيه النياسين يعني صرت هاي صار لي 4 ايام هو ما طلبه. يا الله يا الله يا جماعة اسمعوا عن جد الموضوع اللي احنا داخلين فيه موضوع كتير هام جرعات الفيتامينات العالية موضوعها هلا حتشوفوا اليوم فيتامين دي بعدين رح ندخل بالفيتامين سي. فيتامين سي كمان انا ابني شنو هو اللي قلتي على ابني سوري ما سمعت انه شنو اخذه وعدة حساسية نفسه فيتامين بي 3 نياسين هو بيتاخد على الريق. هو كان كل يومين يطلب دواء الحساسية هي هلا صار له 4 ايام ما طلبه عم بعطيه كل يوم قاعدة نياسين وبلشت اعطيه كمان فيتامين سي وبعدين انا ابني عنده ADHD عم بلاحظ يعني عم بهدى شوي هيك حس التركيز تبعه شوي عن جد اتغير عم بلاحظ عليه شوية تغيير يعني مش كبير بس عم بلاحظ عليه يعني حتى أنا بودي على ثيرابيست تقول لي كتير حمود يعني كتير متغير. فيتامين دال يعني الحين بلشت 20 ألف أي good. أنا الجرعة اللي عم بأخذها يومياً 30,000 هلا كتجربة ورح أخبركم هلا شو اللي صار معي بالضبط ورح أجرب جرعات أعلى على فكرة يعني 50 بين 50 و70 رح أجربهم بفترة بس هلا بخبركم التفاصيل. هو طيب ألو أنا عندي سؤال عن نياسين لو سمحت. حبيت النقاش اللي قبل الدورة فيدباك على اللي قبل عن جد حبيت. أستاذ محمد أنا النياسين أحياناً بيعمل عندي فلاش وأحياناً لا مع إني لو بأخذه بعد الأكل نفس الشيء بيعمل أحياناً فلاش قوي وأحياناً فلاش خفيف 500 بصراحة نفسي اتشجع قوي بس ما عم بقدر لأنه الفلاش كتير قوي يعني هيك يعتبر كافي ولا اتشجع وزيد؟ شوفي القانون ببساطة صفاء كل ما زدت الوجبة كل ما كانت الوجبة أتقل كل ما كان الفلاش أقل. لا أنا جربتها مثل هاي لا ما لها علاقة أحياناً مثل ما قلت بعمل وجبة كبيرة قلت احتمال بخفف هل هو بتعلق بصحة جسمي؟ وجبة قصد وجبة نياسين ولا وجبة أكل؟ لا وجبة أكل أصدق. إذا أنت مو مجربة كثير يعني إذا جربتي عدة مرات معدودة إلى الآن حقيقة لو ضليت تجربي رح يزول تدريجيا. أنا ما بدي يزول بالعكس أنا مستمتعة فيه بس هل إنه I know بعرف إنه الفلاش ممتع الفلاش ممتع بس جدا. أنا بقولكم 8000 ما صار معي فلاش فإنه خلص في threshold وخلص بنتهي الموضوع يعني قصدي عادي ما خاف كمل لو أخذت مثلا 3 مرات أنا نفسي أوصل ل3000 بناء على التجربة على هوفر ممتع ممتع للمزاج صراحة أنا رأيته للمزاج رائع حتى لصحة الجسم لكن بعد منه بتعب عادي بعد الفلاش بحس تعبت كتير شي عادي بعد الفلاش بعد ما يصير معي الفلاش بحس أنا ما بصير معي هيك أنا بحس طاقة على فكرة بس مشان هيك أنا بدي أسألك إنه هذا شيء طبيعي وكمل ولا يمكن في عندك تنظيف عم بيحصل سمهاو بالشرايين او هيك فانه صعب نحكم 100% شو اللي عم بيصير بس الحلو اللي بنعرفه انه ما في ضرر. في معلومه بدي اقول لكم اياها معلش بس عن نياسين في دكتور كيمياء تغذيه ما شاء الله كثير مشهور هو فحكى بخصوص اللقاح انه لتنظيف الجسم اللي النياسين ممتاز جدا قبل اللقاح اذا حدا مضطر ياخده ياخذ النياسين قال يعني بيعمل له نفض للجسم كامل اللي خايف من الجلطات. اي صراحه هذا الدكتور ما شاء الله عليه بروفيسور يعني مزبوط صفا مزبوط 100% ايوه فانا حبيت اي وانا عشان هيك بدي امشي ان شاء الله ما بدي اخذ بس والله نايس ايديا لانه انا عندي فكره هو دكتور ما شاء الله يعني وكلامه صح يعني اي نصح في الحجامه
بالحجامه، واللي ما بيقدر حجامه قبل قبل اللقاح والنياسين. فيعني اللي بده يبدا فيه بهذا انه اهم شيء طمنتنا الفلاش عادي. الله يجزيك الخير يا رب. شوفوا النياسين على فكره مزبوط حيح بيحمي من الثرومبوسيس والتجلطات والشغلات اللي حتحصل بسبب اللقاح اللي اخده، وحتشوفوا كمان الفيتامين دي بالجرعات العاليه بيحمي من السيتوكاين ستورم، بيعمل ريجوليشن لها اللي هي الناس خايفين انه السيتوكاين ستورم اللي هو الواحد بعد اللقاح فهمت عليك بسبب الانتي بوديز يصير في عنده فاكسين. بالعكس يفترض الام ام اس 2 ينظف الفاكسين. الشيء اللي جربته محمد انا فيني قده فدايما اطرافي بارده لما بديت اخذ نياسين سبحان الله قمت انام بدون الجوارب. منطق جدا عشان بيقوي الدوره الدمويه. اي لان كنت اول على طول ثلج ريولي ما اقدر انام الا لازم معي لابسه الجوارب، ما ادري احنا نسميها دلاق بالكويتي. فمن بديت اجرب هاي النقطه لان انا عندي كثير رجلي بتكون بارده بالليل وخصوصا احنا جونا شتاء هسه، فلاحظت هذا الشيء صراحه لاحظته بدي شويه بدي شويه تخف لان انا يعني انجماد يصير عندي برجلي ولازم افتح الكتف حبيت يا جماعه صراحه هسه قاعده ذكرتيني يعني مثل خلاص قمت ما البس وانا من رغم صالي اسبوعين من بديت يعني بال رهيب يعني. اوكي حبيت يا جماعه النقاش بجنن، بتعرفوا راح احطه كمان هيك انه نقاش فيدباك في البدايه لانه بصراحه كثير حلو بعد اذنكم طبعا. شكرا. اظن احنا جاهزين نبلش صح؟